ماشي يلا. يقول ألا يلي تهاون في صلاتك ما تدري كم بقالك من حياتك، وش الحجة إذا حانت وفاتك وجاك الموت يا مال الغبينة، تفكر لو ضعت بوسط قبرك بساعتها ظهر خيرك وشرك، ويظهر كل ما يكتمه صدرك، وتلقى حصلك زينه وشينه. وانا لك ناصح يا كل جاهل بحق الفر تكفى لا تساهل، ترى ربك ولو كان ماهل في كل حسب ما تكسب يدينه، وبكره وربك ما خلق إلا لحكمة، ولازم تمتثل يا أخي لحكمة، وربي يشفي الأبرص ولكمة، خلق خلقه لكي يقام دينه، ترى من طوع الشيطان يندم وينسى وش عليه الغد يقدم، فيا كم واحد قد كان يفندم، فيا كم واحد قد كان يفندم، تناسى الفرض ما يدري بحينه، تمر الشهور ما راح المساجد ولا هو يا ترى لله ساجد، ما تلقى له في المسجد تواجد، في يدروب المعاصي قر عينه، في خير الناس منه طاع ربه، وفي ما يرضي الله كان قلبه، ويتحاشى ونفسه وذنبه، يطيع الله ويرضي والدينه. وانا حب تقدم هالقصيده، عساها لي في المحشر شهيده، وعساها للذي يسمع مفيده، فحد العمر مدري كم سنينه، وانا والله ما زكيت نفسي، وانا والله ما زكيت حالي، فانا عندي ذنوبا كالجبال، ولا ادري من حياتي وش بقالي، ومثلي طالبك يا الله تعينه، وصلى الله على سيد الانامي، عليه افضل صلاتي والسلامي، محمد سيدي واختم كلامي، محمد سيدي واختم كلامي، وصلوا عن نبي تابعينا، وصلوا عن نبي تابعينا. سلام عليكم. بيض الله وجهك يا ابو علي. الله يسعدك.